وإلى موريتانيا. وخلال اليوم الثالث من الحملة الوطنية الرابعة للتلقيح ضد كورونا في موريتانيا، تمكنت الفرق التابعة لوزارة الصحة من تطعيم أكثر من 21 ألف شخص ليقترب العدد الإجمالي للمطعمين خلال هذه الحملة من 43 ألفا. وتهدف الحملة التي تستمر من 14 وحتى 19 من أكتوبر الجاري، تهدف إلى تطعيم نصف مليون شخص عن طريق لقاح أسترازينيكا، مع إعطاء أولوية خاصة للعاملين في قطاع التعليم والطلاب فوق 18 عاماً.